ازيك من اصحابي؟ معاكم رقية من الاولى، والنهارده احنا معانا لعبه البركان. هي عباره عن بركان صغنن كده، صغنن تقدر تحطه في جيبكم. انتوا بتحطوا بيكنج سودا الاول وبعدها خل وبعدها بيتفجر. احنا فكرنا احنا يمكن نجيب فود كولورنج بنحطه جوه الخل عشان نلون لونها ويكون زي اللافا. احنا معانا المستند دي عشان نحط فيها كاميرا ويبان وهي بتتفجر كده. يلا نبدأ. احنا الاول هنحتاج نفتح العلبة. الورق عشان يقول لنا نعمل ايه. انتوا المفروض تلفوها الاول بعدها تاخدوها. نسيت. وبعدين عندنا الورق عشان يقول نعمل ايه. هنا احنا هنا نحط البيكنج سودا وبعدين نقفلها. ناخد الخل ونحطه كده ويتفجر. فمن الاول هنحط food coloring. ماشي يلا نحط food coloring. انا شايفه احنا محتاجين كتير حقيقة. أنا حطيت كتير. ماشي يلا نقلب. الحاجات دي مش خالص كتير. البتاع طلع مش غامق قوي بس لسه حلو كده. كفاية. نحتاج نفتح دي. نفتح البيكنج سودا. ماشي. انا مجرد استخدم دي كده. ممكن اسهل بكتير. ماشي يلا نبدأ نحط. خلينا نجرب تاني. اخر مرة. كويسة كده. We'll be right back.
ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب شير كومنت وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل فيديوهاتنا وباي.